هذا ما دار في الكونغرس بالنسبة للفيفا هذا اليوم، وللتفاصيل معي عبر الهاتف ورحب بالأستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أبو سلمان مساء الخير، أهلا بك. قبل أن ندخل معك في تفاصيل هذا المقترح، وهنئك الحقيقة على هذه الكلمة، استخدام لغة الجسد كان واضح وإيصال الرسالة كانت أوضح، وأن تحظى ب 166 صوت دليل على أنه لم يكن المقترح مفاجئ، وإنما كان هناك ترتيبات مسبقة قبيل انعقاد الكونغرس. حياك الله أخي عبد الله، مسي عليك وعلى ضيوفك الكرام، وكل عام وأنتم بخير جميعا. وأنت بصحة وسلامة. ولكل مشاهدي برنامجكم المميز. ما في شك، هو حقيقة يعني الحمد لله أنا أهنئ الوسط الرياضي السعودي وخاصة محبي كرة القدم على العدد اللي اليوم وجدناه ك 166 اتحاد يصوت بالموافق على المقترح، يعتبر أمر يعني مبشر وأيضا يليق بمكانة اسم السعودية على الخارطة الدولية، وهو امتداد والله الحمد للنجاحات اللي قاعدين نشهدها ليس فقط على مستوى رياضة كرة القدم وأيضا على كافة الرياضات، بالإضافة إلى كافة الأصعدة الأخرى اللي الحمد لله ننعم بها كمواطنين سعوديين تحت قيادة رشيدة وتوجيهات ثاقبة. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المقترح يتم دراسته بشكل مفصل، وإن شاء الله بإذن الله نرى نتائجه في حول الله قبل انعقاد الكونغرس القادم السنة القادمة بحول الله. جميل، خلني أخذ معك في التفاصيل ما استندت عليه من خلال حديثك عن مستقبل كرة القدم، عن التفاصيل التي يجب أن تدرس، وكذلك أكد عليها رئيس الاتحاد الدولي، وأيضا أكد على الأغلبية الساحقة. وين المستقبل اللي تشوفه بأنه تكون كل سنتين، يرى المقترح السعودي أن كل سنتين كأس العالم أفضل من كونها كل أربع سنوات؟ هو للأمانة يعني من المبكر أن احنا نجزم أنها كل سنتين أفضل، ولكن ما في شك أنت اليوم تتكلم عن بداية بطولة كأس العالم قبل تقريبا 91 سنة، لك أن تتخيل التغيرات الجذرية اللي حصلت على كافة الأصعدة، سواء على صعيد الطيران، سواء على صعيد التقنية، سواء على صعيد أيضا نظام كرة القدم. اليوم اللاعب متوسط عمر اللاعبين المحترفين في الملاعب تقريبا 12 سنة، فأنت تتكلم عن ما أعتقد يعني بين المنتخبات الأوروبية وخاصة المنتخبات اللي قاعدة تحقق كأس العالم وبين منتخبات القارات الأخرى. طبعا ننظر مثلا قارة أمريكا الجنوبية، نجد مثلا البرازيل، الأرجنتين، ممكن هم فقط المنتخبات اللي قاعدة تحاول أن تنافس المنتخبات الأوروبية متميزة. ولكن متى سنرى منتخب آسيوي يحقق كأس العالم أو منتخب أفريقي يحقق كأس العالم؟ فالأمر يعني مشروع كبير جدا يحتاج دراسة لكافة الأصعدة، يعني يتطلب يمكن إذا تم الموافقة عليه يعني إعادة هيكلة رزنامة الفيفا بشكل كامل. إحنا نتطلع أن يكون في مباريات ذات أهمية تنافسية أعلى من أنك أنت تلعب عدد مباريات كبير. إحنا قاعدين نشوف بعض الأحيان في تصفيات كأس العالم يعني نتائج تتكلم أنت عن 8-0 أو حتى بعضها يصل إلى أكثر من 10-0. ما أعتقد أن في ذيك المتعة أنك أنت تشاهد مباراة يتفوق فيها منتخب على منتخب آخر بنتيجة كبيرة زي كذا. يعني في عوامل كثيرة، في عوامل اقتصادية، في عوامل تسويق، في عوامل بث تلفزيوني، كلها تحتاج دراسة مستفيضة. وبإذن الله إن شاء الله بعد ما تنتهي هذه الدراسة راح نطلع عليها جميعا، ونتمنى إن شاء الله أن تكون نتائج الدراسة يعني تصب في أن تكون يعني نتائج إيجابية أكثر من النتائج السلبية. أيضا لا يخفى عليك أخوي عبد الله أنه عدد المباريات المناسب للاعب أن يلعبها في الموسم الواحد، هذه كلها عوامل راح يتم يعني أخذها بعين الاعتبار في إجراء هذه الدراسة، وبإذن الله نتمنى إن شاء الله التوفيق ونشوف إيش راح تطلع في هذه النتائج بحول الله. إحنا اعتدنا على القرارات بالنسبة للفيفا والقرارات عامة في كرة القدم على موضوع التصويت. اليوم هل سيرتبط التصويت بنتائج الدراسة أو أيا كانت نتائج الدراسة سيكون هناك تصويت؟ لذلك نقول أنه مثلا أنت أمام أيضا أن تكمل دعم هذا المقترح بتحالفات لكي تكسب مثلا إقامة كأس العالم كل سنتين. طبعا بدون شك إذا خلصت الدراسة على نتائج إيجابية واضحة هذا الأمر راح يسهل كثير
من عملية اتخاذ القرار من قبل أعضاء الجمعية العمومية للفيفا. فلذلك يعني يمكن مدى أو لما نشوف نتائج هذه الدراسة أكيد حيكون لها إيجابيات وسلبيات. إذا كانت إيجابياتها أكبر بدون شك أنا متفائل أنه أعضاء الجمعية العمومية راح يصوتون لتغيير النظام أنه يصبح كل سنتين، لكن قد يكون من المبكر الحديث عن نتائج هذه الدراسة إلى ما نشوف كل الجوانب المختصة بهذا الأمر، وش الآثار اللي حتترتب على عدد المباريات، آلية التصفيات اللي حتكون، أيضا عدد المباريات اللي راح يلعبها اللاعب في الموسم. كل هذه جوانب أعتقد يعني زي ما ذكرت لك إذا كانت إيجابيات أكبر راح يكون من السهل جدا الحصول على يعني تأييد كبير في الجمعية العمومية، لكن إذا كانت السلبيات أكبر أيضا حيكون من الصعب أن يمرر مقترح مثل هذا. فإن شاء الله ننتظر خلال الأشهر القادمة ماذا ستنتج أو تخلص منها الدراسة، وبعدها إن شاء الله لكل حال بإذن الله. طيب، نجاح هذا المقترح أو بتمريره أو حتى بالرفض يحسب فشل؟ إن قلنا أنه والله إذا مشى المقترح هو نجاح للاتحاد السعودي، إذا كانت الدراسة لا ترى مثلا إيجابية في هذا الأمر، حيحسب على الاتحاد السعودي ولا الاتحاد السعودي اقترح لتطوير اللعبة؟ هو بدون شك اليوم أنك تحصل على تأييد يعني 166 اتحاد من أصل 188 اللي صوتوا، أعتقد يعتبر نجاح لطرح المقترح أمام يعني اجتماع دولي بهذا الحجم. أنا لا أتذكر أنه كان يعني أو طرح أي مقترح يعني في خلنا نتكلم عن 20 سنة الماضية على مستوى الكونغرس الفيفا. فأن احنا نطرح هذا المقترح امتداد ل يعني نجاحات سعودية سابقة. أنا أتذكر في التسعينات الميلادية كلنا نتذكر كأس القارات كانت فكرة سعودية وطبقت وتم العمل بها نسخ عديدة. فمجرد أن اليوم نحظى بإشادة كبيرة من رئيس الفيفا بهذا بطرح هذا المقترح، أيضا أنه نحظى بتأييد من 166 اتحاد، أنا أشوفه مؤشر إيجابي هام جدا. موضوع أنه هل هذا المقترح يعني إذا 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 خلصت الدراسة أنه قد يكون المقترح سلبياته أكبر، بدون شك يمكن حنا أيضا يعني نقتنع بهذه النتيجة. هو مجرد انك انت تقترح هذا المقترح ويلقى هذا القبول اعتقد يعني مؤشر ايجابي ومؤشر نجاح للكره السعوديه بشكل عام. طيب، ماذا ستستفيد؟ خلني اقول لك الدول التي من خلال الدراسه او المقترح هذا اللي بنيته عليه في الاتحاد السعودي، ماذا تستفيد الانديه او عفوا المنتخبات اللي ستشارك في كاس العالم؟ لما سمعنا اليوم انه 4 بطولات سابقه كانت كلها في اوروبا، المتاهلين الى دور الاربعه كلهم من اوروبا وامريكا الجنوبيه، فالجاب واضح في النهائيات ما بين الدول افريقيا واسيا في كفه والدول الاوروبيه وامريكا اللاتينيه في كفه اخرى. صحيح، هو بدون شك يعني زياده عدد المباريات مع الفرق التي تفوق المستوى الفني بدون شك هذا يساعد بشكل كبير في يعني تطور او خلينا نقول تقليص هذه الفجوه الظاهره واللي يعني قاعدين نشوفها قاعده تتسع يمكن سنه بعد سنه. ايضا لا تنسى اخوي عبد الله يعني المداخيل العاليه جدا اللي يجنيها الفيفا من اقامه بطولات كاس العالم، وهذه المداخيل اغلبها يصب في خزينة الاتحادات الوطنية المشاركة. يعني زي ما ذكرت في بداية الحديث يمكن من المبكر الحديث عن نتائج هذه الدراسة أو آثارها، ولكن بدون شك في حال أنها كانت نتائجها إيجابية أعتقد ستغير من خريطة مسابقات العالم بشكل كامل. جميل. وأتوقع شخصيا أنه حيكون الفجوة الفنية راح تتقلص، حيكون التنافس يمكن أكثر متعة للمشاهدين ومتابعين كرة القدم بشكل عام. آخر استفسار معلش أبو سلمان، بحكم أنك أيضا موجود في الاتحاد الآسيوي وأنا أبارك لكم المصادقة اليوم على تجديد العضوية في لجنة الانضباط في الفيفا،
بما أنك قريب أيضا من الاتحاد الآسيوي، مثل هالقرار أيضا قد يواجه من الاتحادات القارية بأنه سيؤثر على بطولاتها القارية اللي عادة ما تختار وقت فردي قبيل كأس العالم. هو طال عمرك يعني اليوم أنت مثلا ننظر مثلا للقارة الأفريقية، أعتقد هي من القارات اللي تقيم بطولاتها القارية كل سنتين، بينما الاتحادات القارية الأخرى كل 4 سنوات. ما أعتقد يعني الدراسة اللي تم عملها من قبل سكرتارية الفيفا راح تغطي أيضا هذا الجانب. اليوم كل البطولات القارية التي تقام على مستوى القارات الستة كلها تواريخها يتم اعتمادها من الفيفا أيضا، ويكون تكون من ضمن رزنامة الفيفا. فأنا حسب يعني اليوم أنت تتكلم 166 اتحاد يوافق على دراسة نقطة رحمة، هذا يعني أتوقع على الأقل يمكن 4 قارات من أصل 6 وافقت على هذا المقترح. فهذا يعطي مؤشر إيجابي أنه ليش لا، ليش ما ننظر إيش ممكن يكون شكل الرزنامة في حال إقامتها لكل سنتين. فما أعتقد أنه يعني قد يكون، أنا أتوقع يمكن يعني شفنا اليوم 22 دولة يمكن كانت ضد هذا المقترح، وأتوقع أنها تكون من الدول اللي خلينا نقول يمكن رزنامتها تكون مليئة بالأحداث الرياضية. فلذلك يعني بعدها إن شاء الله يعني نقدر نعلق بشكل مفصل وأوسع. جميل. أستاذ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكرا لك، شكرا لتقديم هذا المقترح بالصورة المتوقعة في مثل هذا المحفل الدولي، أن يكون المقترح مليء ب خلينا نقول الإيجابية، يحظى بهذا الدعم وهذا التصويت. أكيد قبله كان هناك عمل معي أيضا.